بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. استكمالا لموضوع الانيميا اللي انا قلت لكم فيه ثلاث حلقات، تعريف الانيميا اللي كان غريب جدا، لكن اهم حاجة احنا قلناها هو ان العيان اللي سنه كبير ما نعتبروش اطلاقا اطلاقا ان دي حاجة فيسيولوجية طبيعية ان الهيموجلوبين بينزل عشان سنه كبير. لا، نزل في سن كبير يبقى في مرض لازم ادور عليه. تعال بقى نتكلم على اجمل حاجة في الانيميا. ايه اسباب الانيميا؟ الانيميا نقص هيموجلوبين. ايه الاسباب؟ في ستات سامعيني، في كتير. تعرف تعمل له بسلة؟ نعرف نعمل بسلة. طب انت يا ستي اللي سامعاني، انزلي هتشتري ايه عشان تعملي بسلة؟ هتشتري ايه؟ هتشتري بسلة، صح؟ مش معقول هتجيبي سبانخ وانت عايزه تعملي بسله. هشتري جزر وطماطم وملح وفلفل ولحمه وبصل وتوم. ادي 8 حاجات. بتروحي لازم عشان تعملي بسله يبقى فيه ايه؟ حله اعمل فيها بسله. طيب عملنا البسله وكل حاجه وراح جوزك متخانق معاكي ورامي البسله من الشباك. ادي طريقه. او يغيظك اكتر يروح حاطط البسله على الارض ودايس عليها. دول الانيميا الاربعه. دول الاربعه الانيميا. نزلت اشتري البسله ما لقيتش بصل. تطلع بسله مسخه. ما لقيتش طماطم. بايخه. ما لقيتش الجزر. يبقى السبب الاول انا محتاج مواد اعمل بيها الكرات الحمراء. واحدة ناقصة. تطلع الكرات الحمراء معيوبة. مثل نقص الحديد. يخلي الكرة الحمراء ما تطلعش سليمة، معيوبة. يبقى اول انيميا انيميا النقص. انا عايز اشتري حاجة البسلة، في حاجة ناقصة. في حاجة ناقصة، الملح ناقص. كذلك عايز اعمل كرات دم حمراء. محتاج حديد. وبه 12 وفوليك اسيد وبروتين وفيتامين سي وسبحان الله 8 برضو وغده الدرقيه افرازها وكورتيزون. عايز 8 حاجات. حاجه ناقصه ما يتعملش الكرات الحمراء كويسه او تطلع البسله معيوبه. مفيش حله. مش هعمل بسله. طب ما هي الحله؟ نخاع العظم. نخاع العظم هو اللي بياخد الحاجات الثمانيه دول يعمل منهم كرات الدم الحمراء. طب ما فيش نخاع عظم. واحد عنده مرض منع نخاع العظم. ادي تاني سبب للانيميا. او رميتها من الشباك نزفت. واحد عنده نزيف طبعا هيفقد دم هيبقى عنده انيميا. والنزيف نوعين، يا حاد يا مزمن. الست اللي الدوره الشهريه بتطول عندها شويه. 7 ايام 8 ايام وغزيره هيبقى عندها نقص في الهيموجلوبين. ليه؟ فقدان دم مزمن او حادثه عربيه. حادثه عربيه وفقدت لتر دم لترين دم، دول هيعملوا انيميا طبعا. او اخر سبب اللي هي كسرت البسله على الارض، الكرات الدم اتكسرت اللي هي انيميا التكسير اللي بتسمعوا عنها. يقول لك ده كان فول وجاله انيميا، دي تكسير. يبقى الانيميا 4 اسباب لا خامس لها. اما انيميا النقص اشهرها نقص الحديد، لكن لا ننسى ان في به 12 مهم جدا جدا وفوليك اسيد حمض الفوليك. 2 انيميا فشل نخاع العظم، ودي خطيره خطيره. زي واحد قاعد يسف في دواء من نفسه، يروح الصيدليه يقول له اديني الدواء الفلاني، وهذا الدواء بيهبط نخاع العظم. هيجي لحظه يلاقي نخاع العظم مش شغال. او انيميا النزف، حاد ومزمن. مزمن واحد عنده بواسير وقعد كل شويه يخر له 5 سم. 5 سم في حد ذاتهم مش كميه كبيره، بس هي تعمل انيميا. ليه؟ لاني بفقد يوميا. او حاد زي حادثه عربيه لا قدر الله، او في الولاده. في الولاده بنقابلها كتير جدا جدا. او اخر نوع من الانيميا هي انيميا التكسير، اللي هي الخليه الحمراء مش قادره تمسك نفسها وبتتكسر وتطلع اللي جواها. ألتقي معاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.